الجهه الاخرى. يحيى عطيه طلال يعيد الكره لعبدين ملاحي. هذا الاسود بالقلوب والجوارح والوجدان، شكرا لكم، شكرا لكم جميع. ظروف النجاح لا تبكي، لا تبكي لانه احنا غنبكي، ولا تبكي لان ما تحقق. عبدين ملاحي فرصه، فرصه المرجيني مالو الكره في الزاويه. ممتاز يحيى عطيه طلال، كيرجع الكره للحارس ياسين بولو. الانجاز اللي كيبقى غير مسبوق لكره القدم المغربيه. رغم الهزيمه مع ضد فريق اللي هو بطل عالمي، زعما ما بقاش فينا الحال، لكون اننا عندنا منتخب كبير ومنتخب قوي. وصراحه يعني المسار ديال الفريق الوطني كان مسار جيد. الماتش تقاتلوا وداروا اللي جهدهم، حطوا رجليهم في كره، لعبوا روح، تقاتلوا على وديه الشعب، على وديه المغاربه، على وديه العرب كاملين. ولكن هذا هو المكتب، مره عليك مره معك كره، مره عليك. كنا نمني النفس بتاهل الدور النهائي، الحلم صراحه ما كتبش الله، ولكن كنبغي نقول بان المنتخب قدم كاس عالم مزيانه وكمشوار مشوار جيد، وكنتمناو ليه حظ موفق في المناسبات الجايه ان شاء الله. اللعابه ديال المنتخب الوطني راهم شرفونا بهذا الاداء وشرفونا بهذا القتال على ارضيه الملعب، رغم مرارات الاقصاء، ولكن راهم داروا ان كوب اللي هي في المستوى. وكنبغي نقول للعابه بان هذه راه غير تجربه، وباننا درنا معاهم النيه، وان شاء الله لاكوب الجايه غادي نوصلوا لواحد النيفو اللي هو ما احسن ان شاء الله. لعبنا مزيان، فرحنا واحد شويه ضد بلجيكا وضد كندا وضد اسبانيا والبرتغال، جا وقت الحزن. لعبنا مزيان ماشي مشكل، نصف النهائي راه ماشي ساهل توصل للنصف النهائي.